السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المشاهد، هل تعلم أن اليوم سيكتشف العالم قدر الخسائر الناجمة من تضييع الأوقات في تقليب صفحات الفيس ورسائل الواتس؟ وأبشرك أن اليوم أخي المشاهد سيدرك العالم ما هو المقدار الحقيقي للإنجازات التي يمكن أن نحققها يوميا لولا وجود هذه المواقع. قف مع نفسك وقفة صدق. اليوم ستتمتع بالحديث إلى أفراد أسرتك، ستعرف أن الحديث مع الأم جميل جدا وكذلك مع الأب. ستعرف أن أخاك الصغير صار يدرس في المستوى الثالث ابتدائي وربما أعلى. اليوم سندرك كل شيء كان متخفيا خلف شاشات الجوالات. أخبرني أخي المشاهد في التعليقات عن الإنجازات التي أنجزتها اليوم لما تعطلت هذه المواقع. أشكركم على حسن المشاهدة ونلتقي في مقطع قادم بإذن الله.